عند أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر فتن فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير يسبقني، أي سيصل إلي بطريق أو آخر. وأما معرفة الفتن والشرور فإنه إن لم أسأل عنها فلن يصلني خبرها. قال: وعرفت أن الخير يسبقني. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ أبعد الخير الذي أدركوه مع النبي صلى الله عليه وسلم شر، وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من خير يتبعه شر ثم خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال حذيفة: فسألته قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب الله يا حذيفة واتبع ما فيه. قال: ثم سألته الثالثة مثل الأولى، أبعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع فيه. قالها ثلاثة. انظر هذه الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ونقلها حذيفة لمن بعده: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. والله ما عني أحد بكتاب الله ملتجئا إلى الله راجيا منه سبحانه الهداية فيه إلا كان هذا الكتاب دالا له على الطريق السوي وعلى الصواب في الفتن وفي غيرها من المواضع، لأنه كتاب الله عز وجل.